دونك آخر مرة كنا هضرنا علاش؟ دونك هضرنا على ليبريداسيون ياك، وآخر حاجة درنا. دونك نتمنى أنكم تكونوا راجعتوا داكشي اللي درنا من قبل. اليوم إن شاء الله غنشوفوا شي حاجة جديدة. دونك بالنسبه اليوم ان شاء الله غنشوفوا درس ديال، غنهضروا اليوم ان شاء الله على لي شارج فورميل. لي شارج فورميل وغنهضروا كذلك غنهضروا على نفهموا شنو معنى دوغري دوكسيداسيون، وغنهضروا كذلك على لا ليزون لا فورماسيون ولا لا ليزون ايونيك، وغنهضروا على لي فورم ميزومير. دونك باش نفهموا هادشي كامل وغنشوفوا ان شاء الله واحد لا سيري نحاولوا نفهموا بها هادشي. دونك هادشي واضح ما كاينش اشكال هنا، الصوت مسموع. دونك بالنسبه للصوت واش مسموع؟ واش كتسمعوني ولا لا؟ دونك يلا نبداو على بركة الله. دونك غنشوفو أول إكزرسيس. دونك هنا غنهضرو على لا ريبريزونطاسيون دو لويس، هنا صايبها لك. دونك مكاينلاش صايبة بالنسبة لسي ال أو كاطر موا، اقترح لك جوج الأشكال، الشكل أ والشكل بي، كذلك اقترح لك هنا الشكل سي والشكل دي. قالك أش في لا كيستيون، قالك كومبليتي لا ريبريزونطاسيون دو لويس. واش غنديرو؟ هاد لا ريبريزونطاسيون دو لويس واخا عاطيني لينا ناقصة ماشي كاملة، حنا خصنا نكملوها، يعني خصنا قالك السؤال كومبليتي لا ريبريزونطاسيون دو لويس اون فيزون لي دوبلي نون ليونت اي لي شارج فورميل، يعني خصك تزيد لي دوبلي نون ليونت ولي شارج فورميل. دونك
بالنسبة بوغ اش بوغ لا فورميل ا بوغ لا فورميل كذلك بوغ لا فورميل بي دونك غنبدا ب ا بوغ ا اشنو عندي المشكل فاش كاين كاين المشكل فان هاد لا ليزون ولا هاد لا ريبريزونطاسيون اللي عاطيني ما فيهاش لي دوبلي كاملين دونك حنا خصنا نعرفوا واحد القضيه حنا لا بليبار ديال حنا لا بليبار ديال لي موليكيل فهي كتحترم لا ريبريزونطاسيون دو لويس خاصها تفيري في واحد دو غيغل اللي كيتسموا لا غيغل دوكتور لا غيغل دو ديب ولكن بور لو كلور كما كتلاحظوا هنا كاينين استثناءات ماشي كاع لي موليكيل فيريفي لا غيغل دوكتي ماشي كاع الموليكيل كتوصل لتركيب ثماني يعني كيكونوا دايرين بها 8 الالكترونات كاين بعض الاستثناءات المهم حنا اللي خصنا نكونوا عارفين انه هذيك الموليكيل اللي كيكونوا عاطينا مثلا كيقدر يعطيك ناقص فيها لي دوبلي اذا كانت عندي واحد لاطوم اب هاك ومديره واحد لي ليزون مثلا مع اتوم اكس اتوم اخرى اكس اتوم اخرى اكس هنا خص كل اتوم خص كل اتوم مثلا هاد لاطوم عطى ليا الا كانت لاطوم مدايره دو ليزون بار اكزومبل هنا دو ليزون خاصني نكملها لوكتي ديالها يعني نكملها اربعه ديال لي ليزون يعني شنو غنزيد غنزيد دو دوبلي ليبر دو دوبلي ليبر هادو كيتسموا لي زدنا هادو بالزرق كيتسموا لي دوبلي ليبر الا كانت مدايره ليزون وحده كنزيدو لها 3 كانت مدايره ليزون وحده كنزيدو لها 3 اتفقنا يعني كاع لي زاتوم خصهم يوصلوا لاش تركيب ثماني بحال هادي عند ليزون خصنا نزيدو لها 3 ليزون دونك غنمشيو بوغ ا بوغ ا دونك بوغ لا ليزون ولا بوغ لا موليكيل ا لا موليكيل ا هي سي او ال او 4 موان دونك اتفقنا هنا غندير واحد الغابيل دونك حنا كنعرفو عندنا لي زاتوم اللي عندنا هما كاين الهيدروجين الهيدروجين كنعرفو كيدير رابطه دائما دونك هادو عقلوا عليه ما عنده تا دوبلي نون ليونت كاين كذلك لي موليكيل اللي كيكونوا في دوزيام بيريود هما هادو لي بي بك نو فن غير هنا ما كاينش ان او لان ان او غاز غار دونك ما غيدير حتى ليزون هي ليبي بكنوفن حنا كنعرفوا ان الليثيوم عنده 3 زاد ديالو 3 دونك بوغ الليثيوم عنده زاد ديالو ايغالا 3 بوغ البيريليوم عنده زاد ديالو ايغالا اش ايغالا 4 وكنبقاو غاديين بوغ البور عنده زاد ديالو ايغالا اش ايغالا 5 بوغ الكربون عنده زاد ديالو إيغالا 6 بوغ لازوت عندو زاد إيغالا 7 بوغ لوكسيجين عندو زاد إيغالا 8 بوغ لو فليور عندو زاد إيغالا 9 دونك هادو خصوصا هادو كينتميو لشمن بيريود كينتميو لا دوزيام بيريود هادو لي زيليمون دو لا دوزيام بيريود خاصك تكون حافظ ليهم لي زاد ديالهم لأن بعض المرات يقدر ما يعطيش لك زاد دونك تا خصك تعود على أن لي زيليمون ديال دوزيام بيريود خصني نكون عارف ليهم زاد ديالهم دونك بوغ الليثيوم الليثيوم حتى هو كيدير انسوليزون كيدير رابطه وحده اتفقنا بوغ بي او كيدير دو ليزون بوغ البور بوغ البور هاد البور عنده 5 دونك 5 غيدير لي اش كيدير ليزون وحده وعندو دوبلي بور الكربون كيدير اش 4 ليزون بور لازوت كيدير ليا 3 ليزون وعندو دوبلي ليبر واحد بور لوكسيجين كيدير دو ليزون عندو دو دوبلي بور لو فليور كيدير 3 ليزون عندو دوبلي وحده
هادو بالنسبة لهاد لي زيليمون دو لا دوزيام بيريود، هذا كيتسمى لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديالها، هادي كتسمى لا ريبريزونطاسيون دو لويس. دونك الكربون هذا نقدروا نديروا ليه ليكسيتاسيون، بالتالي نقدروا هاد الرابطه فيها دوز الكترون يقدر يدير ليكسيتاسيون، يعني يقدر نلقاو كيدير حتى 3 ليزون، يا اما هادي ولا هادي. الكربون كذلك نقدروا نلقاو الشكل ديالو هاك كيدير دو ليزون. هادشي بطبيعه الحال غتكونوا تعودتوا عليه مع لا ريبريزونطاسيون دو لويس، غتوليو عارفينو. اتفقنا؟ دونك قلنا هاد لي زاليمون خصني نكون عارف شحال كيديروا من رابطه، وهما المهمين يعني لي زاليمون دو لا دوزيام بيريود. بوغ ليتيوم رابطه وحده، بوغ البور كيدير دو ليزون، بوغ بي او كيدير دو ليزون، بوغ البور عنده ليزون و دوبلي ليبر، او الا درنا ليكسيتاسيون هادي الحاله. دونك غنعاود لك واحد الطابلو غنعاودو بطريقه اخرى. هنا عندنا دو زيتا، دونك بوغ لي زيليمون، دونك رابيل بوغ لا ريبريزونطاسيون دو لويس، دي زيليمون ريبريزونطاسيون دو لويس، دو لويس بوغ لي زيليمون دو لا دوزيام بيريود. بوغ ليدروجين كيدير اش، كيدير رابطه وحده دائما، يعني مع شي ذره اخرى، سواء مع الكلور سواء مع البور سواء اي ذره، المهم انه كيدير رابطه وحده. بوغ هاد العناصر الاخرين دو لا دوزيام بيريود، لي زاليمون دو لا دوزيام بيريود، دوزيام بيريود يعني العناصر اللي كيكونوا في الجدول الدوري اللي هما كينتميو لدوزيام بيريود، كنلقاو الليتيوم، الليتيوم كيدير رابطه، وكنلقاو كذلك اش، البيريليوم بي او، بي او كيدير جوج روابط، كنلقاو بي البور كيدير رابطه وعندو اش دوبلي ليبر، كنلقاو الكربون، الكربون كيدير اش، يا اما كنلقاو عندو دوبلي وكيدير دو ليزون، هادي في ليطا ناتيرال، هادي في ليطا بوغ لي زاليمون هادو دو لا دوزيام بيريود، وهاد البروميير كولون ولا بروميير لين في ليطا ناتيرال. بوغ لازوت، لازوت كنلقاو عندو دوبلي وكيدير 3 ليزون، دونك ها تلاحظ دوبلي ليبر ليزون وحده، دوبلي ليبر دو ليزون، دوبلي ليبر 3 ليزون، ولكن هنا عنده جوج، هنا عنده واحد جوج، ها انت واحد جوج، ما عندهم والو هنا. بوغ لوكسيجين غنلقاو عنده دو دوبلي ليبر وعندو وكيدير دو ليزون، وبوغ لو فلور كنلقاو عنده 3 دوبلي ليبر وكنلقاو عنده إليزون. ما كرهتكمش تحفظوا هادو، تقدروا ديمونطري عليهم بسهوله مناش من لا ريبريزونطاسيون دو لويس. هادي اش، هادي ليطا فوندامونتال، كتسمى ليطا فوندامونتال، كاين واحد ليطا اخرى كتسمى ايطا اكسيتي. شنو هي ليطا ديكسيتاسيون؟ ليكسيتاسيون كنقدروا نديروها لكلشي، كنقدروا نديروها لكلشي ما عدا هاد جوج العناصر اللي هما النيون والاكسجين وكذلك الفلور، هاد التروازي اللي هما ما كدارلهمش ليكسيتاسيون. بطبيعة الحال خاص باش تكون ليكسيتاسيون، شنو هي ليكسيتاسيون؟ شنو هي بعدا ليكسيتاسيون؟ وكنحول الكترون من بلاصة لبلاصة. دونك هنا في ليطا اكسيتي غيولي هذا هكا كيدير 3 ليزون، في ليطا اكسيتي غيولي الكربون كيدير 4 ليزون. هنا ما كاينش ليطا اكسيتي ديال الازوت، ما كاينش ليطا اكسيتي ديالاش ديال الاكسجين، وما كاينش ليطا اكسيتي ديالاش ديال الفلور. دونك هادو ما عندهمش ايطا اكسيتي، ما كايناش. اللي خاصك تعرف ان العناصر اللي كينتميو ميم فامي الا حفظتي هادو في ليطا فوندامونتال وفي ليطا اكسيتي راه ساهل باش تبرهن عليهم. كلكم كتعرفوا ديروا لا ريبريزونطاسيون دو لويس ديال لي زيليمون، اللي ما كيعرفش يقول ليا نعاود معاه ما كاينش مشكل، اما هما راه ساهلين، غير حنا الا حفظناهم بطبيعه الحال بالخدمه بكثره الخدمه في ليطا عاديه وفي ليطا اكسيتي كيجيونا ساهلين. هنا هاد فلور عنده لي فامي ديالو، العائله ديالو، شكون هي العائله ديالو باش تعقلوا عليه؟ مايا، فاطمه، كلات، بريوات، إيلان، واش، واتي. هاد العناصر كيكونوا كيشبهوا
كيشبهوا العنصر الاول من العائله اللي هو العنصر ديال الفلور. يعني حتى هما غنلقاهم كيديروا عندهم تروا دوبلي ليبر وعندهم ليزون وحده، هذا حتى هو غنلقاو عنده تروا دوبلي ليبر وعنده ليزون وحده، هذا غنلقاو عنده تروا دوبلي ليبر وليزون وحده، هذا غنلقاو عنده تروا دوبلي ليبر وليزون وحده. كذلك كاين من الفامي ديال الاكسجين كاين السوفر، السوفر حتى هو بحالو بحال الاكسجين، كنلقاو حتى هو عنده دو دوبلي ودو ليزون ليبر. اتفقنا؟ واش مفهوم؟ دونك تقدروا من الطابلو بيريوديك هذا الشيء كله قريته في نورمالمون في الاس 1 في لاتوميستيك، تهضرتوا على الطابلو بيريوديك، كنا هضرنا على الجدول الدوري هو هذا لا فامي، هذه كتسمى لا فامي زالوجين، هادو ما كيديروش اصلا الروابط يعني كيكونوا سادين على روسهم، لا فامي دي غاز غار هادو كيتسموا لا فامي زالوجين، فاطنك لا تبريوات الان او سوفر و اس او تي او كلهم كيديروا ميم ليزون بحالهم بحال ميم ريبريزونطاسيون، دونك لي زيليمون دو ميم فامي هما لي زيليمون كي ابارتيانا او ميم كولون، اللي كينتمو ميم كولون كيكون عندهم لا ميم ريبريزونطاسيون دو دو لويس. هذا الشيء اللي خصك تعرف، ان لي زيليمون دو ميم كولون ولا دو ميم فامي كيكون عندهم ميم ريبريزونطاسيون دو لويس. اش اش راه ميم فامي كوليتيوم، تا هو كيدير فوالا كيدير رابطة وحدة، يعني كاع لي زيليمون لي زالكانا كلهم كلهم باش نعقلو لي زالكانا هما أحمد لي ناض ربح كاس فرنسا، هاهي أحمد لي ناض ربح كاس فرنسا، شحال كيديرو من رابطة هادو؟ هادو كلهم كنلقاهم كيديرو رابطة وحدة، هدا كيدير رابطة وحدة، هدا رابطة وحدة، هدا رابطة وحدة، يعني كلهم بحالهم بحالاش؟ كلهم بحالهم بحال لي زيليمون الاصلي ولا العنصر الاصلي هو الهيدروجين، كاع العناصر اللي كتنتمي للطابلو وكاينه فاش في الكولون الاول راه كتنتمي لي فامي دي زالكانا، لي فامي دي زالكانا كنلقاهم كلهم كيديروا اش رابطه وحده، لي فامي دي زالكالينو تيغو اللي هما دوزيام كولون كنلقاهم كيديروا دو ليزون، دو ليزون، اتفقنا؟ كاين عاوتاني بي او مع ام جي، ام جي تا هو كيدير دو ليزون، كاين سي ا، سي ا كيدير دو ليزون الى اخره. المهم هادو عناصر دابا انت اللي خصك تعقل عليه، انت ما تعقلش ليا على لا، انت كتعقل على واحد من العنصر وكتعقل على سميت الفامي، دونك هادي شنو سميتها نكتب لكم سميت الفامي ديالهم، هذا كتسمى فامي دي زالوجين، هادو كيتسموا لي زالوجين، هادو كيتسموا لي كالكوجين، هادو فامي دازوت، هادو دو كربون، كربون فامي د كربون، هادو فامي د بور، د بور بيريليوم نورمالمون، هادو كيتسموا لي زالكانا الكانا، هادو كيتسموا الكالينو تيغ، هاد السميات خصكم تحفظوهم الاخوان، عرفتيش علاش؟ غنقول لك علاش. نا بار اكزومبل، بار اكزومبل غيجي يقول لك، غيقول لك اون كونسيدير، اون كونسيدير مثلا ليليمو ولا اون كونسيدير لاتوم، لاتوم ولا لا موليكيل نورمالمون، لا موليكيل ياك لا موليكيل دو اش اي سي ال، اي سي ال تفخرا، وغايجي يقول لك سي ال كلور عنده زاد ديالو 17، وغايقول لك دوني، دوني لا ريبريزونطاسيون، لا ريبريزونطاسيون دو لويس، دو لويس ساشون، ساشون بالعلم ان، ساشون ك اي ابارتيان على فامي، كينتمي العائله ديالش على فامي دي دي زالوجين، دي زالوجين سطر على كلمه الوجين، ملي كنسمع لي فامي دي زالوجين
يعني عنده ميم ريبريزونطاسيون دو لويس كول كلور. انا كنعرف نصيب ديال الكلور، ولكن اليود عنده زاد ديالو 53 واصلا ما عطاني الزاد، هو ما كيعطيك الزاد غير باش تفهم واحد القضيه. تقول لي لا راه نقدر نجبد لا ريبريزونطاسيون دو لويس من زاد، هو سيدي ما كيعطيك الزاد، هو زاد ما كيعطيهش لك، كيقول لك غير لي ريمون راه كينتمي للفامي فلان فلانيه وانت ما عارف الزاد ديالو. يعني الا ما كنتيش عارف الزاد ديالو غتكون عارف هذه المعلومه اللي قلت لك، انا لي زيليمون كي ابارتي انا او ميم فامي راهم بوسيد لا ميم ريبريزونطاسيون دو لويس، يعني كيقبلوا نفس لا ريبريزونطاسيون دو لويس. مادام اي ابارتي انا على فامي دي زالوجين، شكون اللي فيهم لا فامي دي زالوجين؟ هو غالبا كيعطيك شي فامي اللي باينه، انت كتعقل على لي ريفيرونس ديالك هما الدوزيام بيريود. الريفيرونس ديالك بوغ لا فامي دي زالوجين هو الفلور، ها ريبريزونطاسيون ديالو كتعرف تصيبها هي. الريفيرونس ديالك بوغ لا فامي دي كالكوجين هو الاكسجين، ها هو الريفيرونس المرجع اللي كنرجعوا ليه. الريفيرونس ديالك بوغ لا فامي دازوت هو هذا، والريفيرونس ديالك بوغ لا فامي دي كربون هو سي او فليطا اكس تي. نقدروا نفرقوا هاد دوز الكترون، الا فرقناهم هرسناهم كيولي يقدر الكربون يدير ربعه الروابط. هنا ما نقدروش نديروا لي طايك ستي الازوت والاو، غتقول لي علاش والاف؟ لان هادو، لان الكربون الا جينا نشوفوا لي زوربيتال ديال الكربون، لي زوربيتال هادو كلهم كينتميو دوزيام بيريود، يعني عندهم اوربيتال اس واوربيتال بي، عندهم بزوج ديال لي زوربيتال اس و بي، ولكن دي ما كاينش بوغ لي زيليمون دو لا دوزيام بيريود ما كاينش الاوربيتال دي. والاكسيتاسيون باش نحول، شنو هي الاكسيتاسيون؟ هي كنحول الكترون بلاصه لبلاصه خاويه، سواء يكون كاز خاوي كاز خاوي، سواء يكون اوربيتال كامل خاوي. حنا الا مشينا الكربون البور زاد ديالو اش 5، الفالونس ولا الكترون فالونس ديالو في ديالو كنديرو 5 ناقص اقرب غاز غاغ البور هو الهيليوم، الهيليوم عنده 2 كنديرو ناقص غاز الغاغ ديالو زاد ناقص 2 اللي غتعطينا شحال 3. يعني الالكترون فالونس غنبداو نعمرو لي كاز كوانتيك، كنعمر بوغ اس اون دوز الكترون، بوغ بي اون ان الكترون. مي كيجي لويس كيمثل البور كيمثلو هاك، عنده دو دوبل هذا كيتسمى زوج حر وعنده الكترون واحد، هاد الالكترون واحد مستعد يدير رابطه وحده، يعني هاد الالكترون كيدير رابطه. داكشي علاش قلنا ان كل الكترون سيليباتير راه كيدير رابطه، هذا عندي الكترون حر غيدير رابط. ولكن في ليطا اكسيت نقدر نديرو ليكسيتاسيون، علاش؟ حيت عندي كاز فيد. ها هو اشني ليكسيتاسيون هو كنحولو اش، هذه في ليطا فوندامونتال، هذه ليطا فوندامونتال ليطا اكسيتي، كنحول الكترون بلاصه لبلاصه خاويه. دونك عندي الحق نحولو، ولكن بشرط يكون كاز فيد، يكون شي بلاصه ديه ليها. اذا ملي غنحولو هنا غيولي هنا الكترون، هنا الكترون، هنا الكترون. حولنا هذا قلبنا الراس ديالو اللي كيشوف الفوق، اذا ولا البور دابا في هذا الحيط ليطا اكسيتي عنده 3 الكترون. مادام عنده 3 الكترون سيليباتير قادر يدير 3 ليزون، اتفقنا؟ مي بوغ لازوت، بوغ لازوت ان عنده زاد ديالو 7، الا حسبنا الكترون دو فالونس ديالو كنديرو 7 ناقص اقرب غاز غاغ اللي هو الهيليوم، عنده 2 كنديرو 7 ناقص 2 غيبقاو لي الكترون دو فالونس هما 5. ملي غنجيو نعمرو لي كاز كوانتيك اون اش، اون دوز الكترون غيهزهم اس، واحد طالع واحد نازل، شاطو 3 غيكونوا هكا ياك. لا لاحظتي ما عنديش فين ندير الالكترون، يعني الازوت غيبقى عنده دوبلي ليبر، هذا كيتسمى زوج حر، وعنده 3 الكترون سيليباتير، اون ان دو 3، يعني مستعد يدير 3 ليزون. مي واش نقدر ندير ليكسيتاسيون؟ لا، علاش؟ لان ما عنديش كاز فيد، ما عنديش شي بلاصه خاويه ندير الالكترون. واش نقدر نزيد اوربيتال الثالث؟ ما كاينش، واخا نبغي نزيدو ما كاينش. في الدوزيام بيريود يلا عندي الاوربيتال اس او بي، اما في التروازيام الاوربيتال عندي اس او بي ودي، في الكاتريام بيريود عندي اس بي دي اف. دابا حنا باش نعقلوا على لي زيليمون دو لا دوزيام بيريود هما هي لي بي بكنوفن، لي بي بكنوفن، لي بي بكنوفن. هاد لي بي بكنوفن ما عندهمش اوربيتال الثالث اللي هو دي، دونك ما كيبقاش. لا سولك بوكوا، بوكوا لازوت يعني بوكوا لا فالونس دو لازوت، ولا بوكوا لازوت نو في كو 3 ليزون، ولا بوسيد كو 3 فالونس. فالونس هما عدد الروابط اللي تقدر دير الذره. الا سوني سؤال قال لي علاش لازوت عنده غير 3 فالونس، غنقول له كار لازوت نو باس با اليطا اكسيتي. علاش؟ حيت لازوت ما يقدرش يدير اكسيتاسيون باش يولي عنده اكثر من 3، بوغ الكربون يقدر يدير اكسيتاسيون، داكشي علاش عنده 4 ديال لي ليزون، حيت عنده بوغ البور كذلك، ولكن بوغ لازوت. دونك اللي غتعقل على الخطاط ولا الجدول اللي درت معاك،
معلومة المهمة الثانية أن لي فامي يعني إلا عرفت العناصر الرئيسية اللي هما كيتسمو لي ريفيرونس ديالي كاين الفلور والأكسجين وكنعقل على لا فامي اللي كينتمي للفلور مي غايسوق على لا فامي علاش أهمية لا فامي الأهمية ديالها هو هذا السؤال قالك أون كونسيدير لا موليكيل دو إي سي إل و سي إل عطاك زاد ديالو ولكن ما قالش لك قال لك بان دوني لا ريبريزونطاسيون دو اي ساشون كو اي ابارتينا على لا فامي زالوجين انا اش كنعرف على لا فامي زالوجين هي فاطمه كلات بري انا كنعرف الكلور ابارتينا على لا فامي زالوجين مادام كلور ابارتينا على لا فامي زالوجين يعني نقدر نصايب لا ريبريزون عطاني زاد ديال الكلور زاد ديال كرو 17 الكترون دو فالونس ديال الكلور كندير 17 ناقص اقرب غاز غاغ اقرب غاز غاغ عقلوا لي غاز غاغ حليمه نودي اري كارطان قصروا الروندا ياك قصروا غوندا هذا عنده جوج هذا كنبقى نزيد ب 8 هنا جوج وزيد عليه 8 شحال تولي 10 زيد 8 تولي 18 حيد هادو حيت ما كنقراوهمش كاين غير اش او ان او ا ار هذا عنده 17 شكون اللي اصغر منه في الزاد واش 18 10 جوج اقرب واحد ولا اصغر واحد ولا اصغر رقم كيجي من بعد من اقل من 17 مباشره هو الرقم 10 يعني كنقصوا 10 هادو ماليكترون دو فالونس كدير زاد ديال لاطوم ناقص زاد ديال الغاز غاغ القريب البلي بروش القريب ليها فاش قل منها اولا الاقل منها واقرب قل منها غتقول لي كاين جوج و10 غنقول خذ اصغر واحد اقرب واحد اقرب واحد هو 10 دونك مي غنمشيو نديرو لا بريزونطاسيون لويس انا مبغيش نبقى ندير لك هذيك ان اس 2 2 اس 2 2 بي 6 اختاريت لك ديريكتومو كنديرو لي كاز جوج كنطلع واحد ونهبط واحد 17 ناقص 10 يبقى 7 غيبقاو 7 هنا خصني ندير 7 ها جوج ها 3 ها 4 5 6 7 الكلور قادر يدير ليزون لا بريزونطاسيون دو لويس بور لو كلور كيدير اش ها ها, ها. علاش لان اون زوج كوبل كل كوبل كيمثلو لويس باش بالشرطه افيك الشرطه راه كتكون دو بوين جوج نقاط اللي هما دو زيليكترون سيليباتير هذا كيمثلو بالشرطه فيها جوج نقاط هذا كوبل تا هو شرطه ولكن هذا الكترون حر كيمثلو بنقطه ها هو و مادام اي ابارتيان على فيم ميم فامي كول كلور اللي كتسمى لا فامي زالوجين حتى اي غيكون هاك ها 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 غنقول غير من هذا